خليني اقول لحضراتكم كمان ان الفريق بيواصل استعداداته، استعدادات قويه جدا لمباراه الزمالك، والنهارده اخر يوم قبل الاجازه، بكره في اجازه ان شاء الله يوم الجمعه والسبت، وبعد كده الفريق يستأنف تدريباته ان شاء الله يوم الاحد، عشان كده عايزين نطمن بشكل كبير جدا على اخر مران قبل الاجازه واللي ابتدى فيه تمام الساعه 5 مساء في استاد مختار التتش بالجزيره. نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي. يا فاروق مساء الخير عليك. مساء النور عليك يا امير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وان شاء الله يعني هاخد من كلامك ان كره دوري ابطال افريقيا ان شاء الله تكون بطوله موفقه هذا الموسم للنادي الاهلي. كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه البطوله، وباذن الله الاهلي يكون بطل للبطوله ان شاء الله هذا الموسم يا امير. ان شاء الله باذن الله يا فاروق. طمنا على التدريبات النهارده وهي عباره عن ايه، وعايز كمان اسالك هل النقص العددي ده بيأثر بشكل او باخر على استعدادات الفريق؟ أكيد يا أمير، النقص العددي بيأثر بشكل كبير على الجزء التكتيك أو الجزء الخططي للمدير الفني مستر ريني فايلر وجهازه المعاون. لكن خليني قبل ما ندخل في التفاصيل المران النهارده أكثر، النهارده كان متواجد مجموعة من براعم مصر بطنطا متواجدين في مدرج التتش النهارده بيأجروا ويساندوا النادي الأهلي وبيوجهوا التهنئة للنادي الأهلي بمناسبة الفوز بدرع الدوري والاحتفالية الدوري ان شاء الله هتقام اليوم. تشجيع للجهاز الفني وتشجيع للاعبين، كل لعيب باسمه، وحالة من البهجة عملها المراعم يعني رفعوا درجة الحماس للاعبين في المران. المران يا أمير النهارده انطلق في تمام الساعة 5، مستر ريني فايلر وجهازه المعاون اتكلم مع اللاعبين في منتصف الملعب كما هو معتاد قبل انطلاق المران. ثم جزء البدني مع مستر توماس، ثم اختص مستر ريني فايلر المجموعه الهجوميه، يعني الخماسي وليد ازارو ووليد سليمان وجونيور اجاي وجيرالد ومحمد محمود. ومن هنا انا عايز برضو ان انا اطمن جماهير النادي الاهلي، محمد محمود مستر ريني فايلر بيديله اهتمام يعني فوق الوصف، مهتم بيه جدا، شايف ان محمد محمود واحد ان شاء الله هيكون من العناصر والركائز الاساسيه للنادي الاهلي، وطبقا لطريقه مستر ريني فايلر بيديله اهتمام شديد. النهارده مستر ريني فايلر اختص الخماسي الهجوم اللي ذكرتهم يا امير استغلال الكرات العرضيه وتنويع محاور الشق الهجوم للنادي الاهلي، التسديد ومهاره التسديد على المرمى من وضع الحركه من وضع الثبات، تألق فيها بشده وليد سليمان ومحمد محمود وجيرالدو واجاييه ووليد ازارو الخماسي اللي قلت لك يا امير مستر ريني فايلر مركز شويه على الشق الهجومي. الجانب الاخر من اللاعبين كان برفقه مستر ديفيد سيزا. مستر ريني فايلر في تعليماته للخماسي برفقه الكابتن سامي قمصان، زي ما قلت يا امير، مستر ريني فايلر عايز يعمل تنويع شويه، يعني عايز ينوع في المحاور الهجوميه في النادي الاهلي، استغلال المهارات اللي عند اللاعبين. في نفس الوقت اللي انا بكلمك فيه حالا يا امير، مستر ريني فايلر بيشرح لمحمد محمود بعض الامور، زي ما قلت لك يا امير بيدي اهتمام لمحمد محمود، اللي اعتقد ان شاء الله اللقاء الودي القادم للنادي الاهلي هنشوف محمد محمود، ويكون ان شاء الله واحد من العناصر للنادي الاهلي يستفيد بيها خلال الفترة القادمة. الحالة المسمية عند لاعبي النادي الاهلي نقدر نقول ممتازة. عايز اطمنك برضه يا امير على المصابين. اكيد عايزين نطمن عليهم. المصابين لان يعني زي ما اتكلمنا بالامس وتحدثنا في امر عمرو السليه ومحمود متولي ومروان محسن، النهارده بالتحديد عمرو السليه بدا البرنامج التاهيلي حول الملعب، وان شاء الله بنسبه كبيره زي ما اكدنا بالامس ان شاء الله يكون جاهز لمباراه القمه. كويس جدا. ايضا محمود متولي بيستانف البرنامج العلاج التاهيلي لمباراه القمه. كان برفقه مروان محسن وعمليه جاي حول الملعب. بس يعني زي ما اتاكدنا برضو ان مروان محسن هيكون بعيد تماما عن مباراه القمه. ان شاء الله محمود متولي السليه ان شاء الله يكونوا جاهزين. كريم نزل خلال الاسبوع القادم هيبدا المرحله الاخيره خلاص، ونبدا نقول ان كريم نزل واحد من اللعيبه ايضا اللي نتمنى يرجع طبعا عنصر من العناصر اللي يضيف قوه للنادي الاهلي. كل التفاصيل كل الكواليس يا امير، لو في اي استفسار انا معاك. صالح جمعه حالته ايه قدامك؟ ماشي كويس في التدريبات ولا ايه؟ طمنا. يعني برضه امير بخصوص صالح جمعه، انا طيب شايف صالح ما شاء الله يعني
برضه في اهتمام من مستر ريني فايلر وديفيد بيزا مع صالح جمعه، كويس. بس في ارتفاع من الحاله المعنويه لصالح جمعه، شايف الوزن قلل صالح جمعه، فورمه اعتقد ان صالح جمعه هيكون واحد ايضا من الركائز اللي يبدا الجهاز الفني والنادي الاهلي يعتمد عليها، وهو عنصر وعناصر من العناصر القويه اللي تضيف للنادي الاهلي. في تركيز ايضا على الكرات العرضيه امير، شايف محمد هاني بيتعلق محمود وحيد ومجموعه اللاعبين، مستر ديفيد سيزا المدرب المساعد ايضا انفرد بمجموعه اللعيب الاطراف في النادي الاهلي خاصه الباكات، لتركيز على الكرات العرضيه من وضع الحركه مش من وضع الثبات، فكلها امور يعني امير تبشر ان شاء الله وتقول ان شاء الله الاهلي الحاله الفنيه الحاله المعنويه سواء على النطاق الفني او النطاق التكتيك الخططي ان شاء الله الفريق الاهلي جاهز وقادر ان شاء الله في مباراه القمه واستكمال مشواره في الدوري وبطوله افريقيا ان شاء الله ومشواره في كل البطولات باذن الله. يعني التقسيمه ابتدت ولا لسه؟ لا لسه لحد دلوقتي يا امير، زي ما قلت لك ان المستر ريني فايلر بيركز شويه على مجموعه الخماسي الهجومي في عمليه تنويع شويه التسديد من وضع الثبات، يعني سواء من وضع الحركه معذره مره من ناحيه اليمين مره من ناحيه الشمال، في نفس الوقت اللي انا بكلمك فيه دلوقتي المجموعه كل اللاعبين دلوقتي بتنفذ مهاره التسديد من وضع الحركه، شايف محمد محمود يعني في الوقت اللي انا بكلمك فيه دلوقتي امير محمد محمود باليمين بالشمال. وفي نقطه مهمه جدا يا امير انا عايز الفت نظر برضه كل جماهير النادي، مستر ريني فايلر بيحاول ان يخلي اللعيبه تقدر تلعب بكلتا القدمين وده امر مهم جدا، مركز يعني على كده يعني. نعم يا امير مركز على كده يعني مركز انا عايز اقول لك يعني سواء المستر يعني مستر ريني فايلر دلوقتي هو اللي بيلعب الكره العرضيه لاليو تشانج بيقابل ديانج بيمينه ناحيه الشمال، برضه بيلعب مستر ديفيد سيزا زي ما قلت بيركز مستر الجهاز الفني للنادي الاهلي ومستر ريني فايلر على ان اللعيبه تقدر تستفيد وتستغل كلتا القدمين وده امر مهم جدا جدا يعني. انا بشكرك فاروق شكرا جزيلا زميلنا العزيز والمميز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي.